وزعتهم على الجيران ومشي الحال. لك لك صار يتحرك النصاني واللي جنبه. لك شو هالسحر شيت هنا عطى نتيجة. رجلي بلشت تخف وما عم تنقف علي لجرب امشي عليها. عم امشي ما عم تجعني. الله يصلحك يا هنا، ليش ما عملتي لي هالسحر من اول يوم؟ ما كنا تكلفنا وجبصناها. بقيان الرزقه يا ترى شو هي؟ هنا قالت لي انها رح تكون رزقه كبيره. اليوم شو؟ اليوم التنين، معناتها بكرة التلاتة، بكرة السحب وبكرة رح تجي الرزقة. يا سلام عليك يا هن على هالسحر. أنا بقول كباب. لا أنا بقول فرريش. كباب فرريش. كباب فرريش. كباب فرريش. يا سيدي أنتوا اثنين ما حسرتوا. قوم شوف مين بابا. قوم مرحبا طارق. كيفك؟ مرحبا ابو طارق. يا برني خير يا محمود؟ ليش كل هالبوس؟ هلكتيني وجعتي لي خدودي. بدي اهريهم، بدي نتفهم تنتيف. خير شو صاير لي؟ شوفي شو بدي شو؟ نتيجة سحرك. أنا سحر؟ اللي أعطيتيني إياه وخبزته وقطعته ووزعته، شو نسيتي هلا؟ لا لا تذكرت تذكرت. شو سوا فيكي؟ طيب لي إجري. ليكي عم دوس عليها حتى أصابيعها عم تتحرك. شوفي حتى النصاني عم يتحرك يا عيني. إن شاء الله ألف مبروك، معناتها الدواء أخذ مفعوله. حاجة هنا حاجة تتواضعي، لولا سحرك أنت ما بتطيب. إجري وبدوس عليها. اتغديتي يا محمود؟ مالي نفس من فرحتي. بإجري يا سلام. ليكي شلون عم دور مثل اليويو. شفتي سحرك شو عمل؟ على راحتك، كنت دوقك الفطاير، بس إذا مانك جوعانة بتصطفلي. وأنا ما رح أزعلك. ابنه بيبعت له فالج اللي بده يزعلك، رح بالحكم بفطيرتين أنا. هات شوفي ها. ما بعرف، تعي انت وشوفي. الله يسلمك ويسلمه. ليش ما اجوا معي؟ ما قلت له اني جاي لهون. يا اهلا وسهلا فيك. تعبي تقبرني هون. انت تنادي له لابوك، قل له تيتي اجت. قوام لا لا تبقي حرام. لا مانو نايم. وانت كمان انزل عن حضن تيتي، هلا بتتعبها، ما عاد صغير. يلا خلي، مشتقت له كثير، خليه تقبريني. خلي لي اياه. خلي لي سليم، شلونك بدروسك؟ ان شاء الله عم تاخد عشرات. يعني تشكيلة عشرات، تشكيلة تسعات و... وشو كمان؟ كملها لتيتي. ليش في اقل من تسعات؟ يعني تشكيلة سبعات، تشكيلة ثمانات. اهلين يا مو. اهلين وسهلين. قوم اضوي يا رجيله. قوم. اهلين يا مو، خليكي مرتاحه. الله يرضى عليك الهي، الله يرضى عليك. شلون صحتي؟ مشتقت لك والله كثير. ابي واختي شلونهم؟ بيسلموا عليك كلهم. منين العلبه انا؟ انا جبت حلوان، حلوان العشرات تبع سليم. وانا كمان عم باخذ عشرات. تقبرني الله يرضى عليك. هاي العلبه الك ولو بتكفيكم. خلي مال ايدين مرت عمي. انا حطيهم بصحون تقبرني. ايه تكرم عيوني. الله يرضى عليكي. قلت لها لمرتك عن البراد؟ أنو براد؟ البراد اللي بعثت لنا اياه اليوم الصبح. ليش وصلكم؟ اي وصلنا. تقبرني الله يرضى عليك ويوفقك. ان شاء الله الف مبروك يا مو. ما قلت لي درياني مرتك قصه البراد؟
صحيح ما تعمين سيد بارك لك على البراد الجديد، ان شاء الله الف مبروك وتشوفي على وشه الخير. الله يبارك فيكي يا حق ويخلي لك اولادك. ما بعرف شو اجى على بال جوزك انه يشتري لنا براد جديد، مع انه برادنا ماشي حاله 10 ايام بيسخن 10 ايام ببرد، ومع ذلك حط حقه الشيء الفلاني. ولو مرت عمي يعني جميل شو ما جاب لاهله ما بكافيه. الله يخلي لي اياه ويرزقه ويخلي لاولاده يا حق. امين. الله يجيبك يا مو. الله يسلمك. تفضلي مرت عمي. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك يا اهلي. تفضل جميل. تفضل جميل. جميل.